فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول بأنني ولله الحمد محافظة على جميع أموري الشرعية، إلا أنني أنا وبعض أخواتي نعاني من كثرة الوسواس وخصوصا في الطهارة والصلاة، هل نؤجر إذا صبرنا على ذلك؟ وما العلاج في نظركم؟ الوسواس لا يضر، من الشيطان، ما لم يعمل به الإنسان ويخاف منه يتركه ويرفضه، لأنه من الشيطان. يستعيذ بالله من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم، ولا يلتفت إليه ولا يهمه ولا يضره، ما لم يتكلم به أو يعمل به لا يضره الوسواس أبدا، إذا رفضه، إذا تعوذ بالله من الشيطان، إذا لم يهتم به فإنه لا يضره وسيزول بإذن الله. نعم.